نسمع ايه؟ حاجة أنا بحبها على المستوى الشخصي وهم برضو بيحبوها، ميدلي للفنان الرائع محمد فوزي. يا سلام، ده عبقري عبقري. ده أنا هسمعك بقى برؤيتنا احنا اوكي، بنعملها ازاي، وقول لي حضرتك بقى هل انت كنت مبسوط شبه اللي فات ولا مش شبه. بص، اصل انا بحب محمد فوزي في المطلق، وانا من الناس الكتير جدا بالتاكيد اللي عارفين ان هو عبقري فذ وما خدش حقه الحقيقي، يعني للاسف. لا بالعكس، ده هو اخد حقه، بس عشان الزمن قدر ما امهلوش نعيش فتره شويه. لكن الراجل ده موسيقى غير مقدرة بالشكل الكافي، الراجل عبقري. تيربينا يا قلبي دي تخوف، يعني أنا مش موسيقي وما بعرفش ألعب أي آلة، بس أنا أدعي إن أنا بسمع كويس جدا. دي موسيقى تخوف، مش موسيقى عادية. ما يعملش موسيقى زي دي غير واحد عبقري فز، مش عبقري عادي. هو كان سابع عصره، بقول لحضرتك يكون إنه يظهر في عصر عبد الحليم وأم كلثوم وفريد الأطرش ويثبت نفسه كممثل وكراقص وكملحن وكمغني. لا ده حد من الناس طبعا اللي هي اللي طبعا طبعا واتظلم، يعني كان ده حديث آخر على ظلمه، بس يلا بينا نسمع. نسمع
تصفيق حاد حاد، مذهلين رائعين شطار جمال مش ممكن. ربنا يبارك في حضرتك. حلوة قوي 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 قوي.